مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من ممكن، حلقه مختلفه تماما من الاسبوع ده وبعد كده لنهايه هذا العام. شكل البرنامج مختلف. يوم الجمعه هنبتدي الساعه 11، النهارده ابتدينا متاخر شويه عشان برنامج جديد ستار اكاديمي اول حلقه بيتمطعوا فيها شويه. ماشي، مسموح بالتجاوز ال 20 دقيقه دول النهارده. من الجمعه دي احنا عاملين تجربه مختلفه. التجربه المختلفه هي مناقشة العديد من القضايا بعيون الشباب، بمعنى في كل مجال من المجالات، في كل مهنة في مصر في جيل مختلف قابل أشياء ورافض أشياء، له رؤية في الحياة مختلفة تماما عن الأجيال السابقة له. دايما احنا في البرنامج نحن نعد الأفكار وبنطرحها على حضراتكم وبنجيب الضيوف اللي ممكن يتناقشوا من خلالها، فيها جزء من وجهة نظرنا طول الوقت. الحلقة بتاع يوم الجمعة مش هتبقى كده، الحلقة بتاع يوم الجمعة بس احنا بنختار مثلا قضية السينما، فهنجيب جيل جديد من الشباب هو اللي بيحدد المحاور اللي عايز يتناقش فيها، هو اللي بيحدد الضيوف اللي عايز يتناقش معاهم بيختاروا. النهاردة احنا بادئين بشغلانتنا، الشغلانة اللي بقت لا عاجبه اللي بيشتغلوا فيها، ولا عاجبه اللي بيتفرجوا عليها، ولا عاجبه الجماهير ولا الشعب، ولا عاجبه حد خالص، مش فاهم. كل واحد عنده اسبابه. بيحملوا الجيل القديم مسؤوليه تدهور الاعلام، فساد الاعلام، ولما بيحتاجوه بيقولوا يا حلاوتك يا اعلام، يا جمالك يا اعلام، وخلافه. طيب احنا بنسمع اراء الناس طول الوقت، ما تيجوا نشوف الشباب وجهه نظرهم ايه في الاعلام اللي هم بيشتغلوه، من خلال حوار مع جيل آخر من الإعلاميين الكبار قد يتفقوا وقد يختلفوا. دور أنا إيه بقى؟ أنا تقريبا ماليش دور، أنا بهندل بس، قاعد إذا كان هناك ما يستدعي تدخلي، أقرب للمراقبين. أنا النهاردة هسمع معاكم وهتدخل في حدود محدودة جدا مع ضيوف الأعزاء. طيب مين الضيوف الأعزاء؟ هبتدي بالجيل الجديد. هيكون معايا الأستاذ عمر أحمد محمد، الشهير بعمر الهادي، الكاتب الشاب مساعد رئيس تحرير جريدة المصري اليوم. هيكون معايا زميلي الإعلامي الصحفي والمذيع بقناة أون تي في الفضائية، الأستاذ أحمد خير الدين. هيكون معايا زميلي الإعلامي والصحفي أيضا مذيع بإذاعة الشباب والرياضة ومقدم برامج بقناة النهار اليوم، هاني حتحوت. في مش في مواجهتهم، احنا مش داخلين صراع النهاردة، مش داخلين عندنا مجموعة اتفاق على مجموعة من المبادئ والنقاط، احنا مش في إطار تقييم قنوات ولا الحديث عن برامج ولا على مذيعين ولا على كتاب بعينهم، القضية أكبر من كده بكتير. احنا الاعلام بنتكلم عن الصحافه وبنتكلم عن التلفزيون، ومن يريد ان يتحدث في الاذاعه ايضا، من يريد ان يتحدث في وسائل الاتصال المختلفه السوشيال ميديا مثلا، ما هي جزء مؤثر جدا. هنناقش ده النهارده مع مين؟ ضيوف الاعزاء طبعا الكاتب الصحفي الكبير زميلنا العزيز الاستاذ ياسر رزق، رئيس مجلس اداره ورئيس تحرير الاخبار، وفرصه ان هنيه على الاداء الرائع في المؤتمر الاقتصادي الذي كان على مدى 3 أيام، جمع النخبة، ظهر فيه رئيس الوزراء متحدثا لأول مرة، اتعمل شغل كويس جدا ومجموعة من الأفكار الجديدة وفي الشأن الاقتصادي المهم. ده المؤتمر الثاني، فبهني زميلي العزيز ياسر رزق عليه. طبعا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الله السناوي، عبد الله السناوي واحد يعني طول عمر كتابات الأستاذ عبد الله السناوي محترمة ومؤثرة، لكن نستطيع أن نقول الآن أنه من أكثر الكتاب نضجا ورؤية، تستمتع وأنت تقرأ له الآن وتشعر أنه أصبح حرا من فكرة رئاسة التحرير، الانتماء إلى جريدة تعبر عن حزب سياسي أو عن طيار سياسي. مساحة الحرية كشفت لنا جوانب مختلفة في كتابات زميلنا العزيز الكاتب الكبير الأستاذ عبدالله السناوي. ضيفنا الثالث أو الأول بلا ترتيب زميلي العزيز الإعلامي عمرو الكحكي،
العضو المنتدب لشبكة تلفزيون نهار، عمرو بينتمي إلى مدرسة محترمة في الأداء التلفزيوني، عنده خبرات كبيرة في قنوات تلفزيونية كبيرة جدا. هنشوف النهاردة حوار مختلف بين جيلين، ولكنه قد يكون كاشفا أو يأخذ بيدنا إلى أخطاء، وهنسأل هو احنا هنعرف نحلها أو ما نحلهاش. أنا إعلاميين بيحاوروا إعلاميين، دوري أنا إيه؟ أنا يعني صاحب هذا المكان، برحب بيهم جميعا. بعد الفاصل نبدأ حوار مختلف بعيدا عن الأخبار اليومية ومن قتل من ومن سرق من. النهاردة حوار حول واحد من الروافد المهمة، الإعلام يستطيع أن يغير، أن يقود هذه الأمة لفوق أو لتحت. نلتقي بعد الفاصل. وزارة الداخلية تنهي استعداداتها الأمنية قبل بدء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية. القوات المسلحة تعلن اليوم تنفيذ إجراءات تأمين الانتخابات البرلمانية لعام 2015، وتؤكد بدء غرفة العمليات استعداداتها القصوى. اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية تعلن الإجراءات الواجب اتباعها أثناء عملية فرز أصوات المصريين في الخارج بالقنصليات والبعثات الدبلوماسية. الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس تضبط 16 مليون طلقة محدثة للصوت بميناء بورسعيد البحري. وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي تنفي تصريحها بعدم قدرة الحكومة على دفع المعاشات. وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا يتفقد مشروع إنتاج الإيثيلين في الإسكندرية باستثمارات 1.9 مليار دولار. الذهب يقفز 5 جنيهات في أسبوع، وعيار 21 يسجل 270 جنيه. السفير اليمني بالقاهرة والمندوب الدائم بالجامعة العربية السفير محمد الهيصمي يعتبر عضوية مصر المؤقتة بمجلس الأمن نجاحاً للدبلوماسية المصرية. إصابة عدد من الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة بالعين. رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف يصف رفض واشنطن استقبال وفد روسي لبحث القضية السورية بالموقف الأحمق.